FM. الكلمة ليك. Headlines. 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 نبدأ هيدلاينز اليوم بجريدة المغرب واللي تقول بين النداء والجمهوري حافظ قائد السبسي. الحزب الجمهوري حزب فاشل, ويرد عليه عصام الشابي حافظ تهاجم على حزب عريق وأصيل. حسون الناصفي النائب عن كتلة الحرة للمغرب يقول الجبهة البرلمانية لن تكون ائتلافا حزبيا ولن تستهدف النداء, وهدفنا دعم المجهود الحكومي. بسبب الاعتصامات ونقص التزود بالفوسفات للسنة السادسة على التوالي, المجمع الكيميائي التونسي يعمل ب 40% من طاقته الانتاجية. نمشي إلى الصريح, الإيقاع ب 20 متورط مع دمق والواتي, وثائق مضروبة وتحويلات بالمليارات. تفاصيل القوام في الصفحة الرابعة. المحكمة تبرئ عبد الوهاب عبد الله, الخبر هذا تقوى في الصفحة الثانية. بطبيعة دائرة الاتهام بمحكمة السناف قررت حفظ قضية ما يعرف بصفقة قطر وتبرئة وزير الخارجية السابق عبد الوهاب عبد الله. نمشي إلى الصفحة السابعة وين تقول صريح المواطن لم يعد يتحمل الغلاء وتضخم الفواتير ومواد مدعمة مفقودة. في صفحة ثامنة, وقع في قبضة فرقة خاصة للحرس زين العابدين سائق سيارة الإسعاف في غزوة 7 مارس يروي كل الخفايا. نمشي إلى جريدة الصحافة اليوم وتقول في الصفحة الرابعة المعطيات تشير إليه من داخل نداء تونس التوازن الجديد أصبح ضرورة. قبلها في الصفحة الثالثة, من أجل تصحيح العلاقة المختلة بين الدولة والمجتمع وزراء الشاهد مطالبون بالتقشف في الكلام. نمشي إلى الشروق, في عملية نوعية شاركت فيها المصالح المختصة الإطاحة بخمسة من أخطر منظمي الحرقة بسفاقس. التفاصيل تقوم في الصفحة 13. ديجاج, الثورة جمدت السلك, المصالحة تعيد الاعتبار للمديرين العامين. نمشي إلى صحيفة لابريس نختموا بها, بيزاج بوليتيك أليانس اي كونتر أليانس لفرون بارلمانتير انيسياتيف مال بارتي بروميلغاسيون دو لا لوا على ريكونسيلياسيون ادمينستراتيف. أحمد صويب, لا باتاي ني با فيني. عبد الكريم زبيدي افيرم لي فرونتيير نور ويست سونت انتييرمون سو كونترول. و سولون الأجنس رويترز, لا تونيزي دوموندرا اوز ايتازوني اون غارونتي دو بري دو 500 مليون دو دولار. شكرا ليك. انت هذه الهيدلاينز. هيدلاينز هيدلاينز هيدلاينز. معش الجبهة اللي حكيوا عليها مش موجودة في الجرائد سفير. أنا هي من الجبهات. حتى الكسر الجبهات وما اشتعلوا. الجبهة الأخرى هي برلمانية. هاي قالوا هم أعلنوا عليها مسبقا لأنه شوف تو كيما العركة بين حافظ قائد السبسي وعصام الشابي. معناها حل سؤال على التقاخين. أوفيت كان جات عركة على خيارات, واحد يقول له أنت اختياراتك مثال لا وطنية اقتصاديا وهاك تحب تعمل كذا كذا, وأنت اختياراتك اجتماعية لا شعبية. هاك انت تحب مثال الشركات الوطنيه تعمل لهم هكا ولا صنديق. اما هذا متعارك, واحد يقول له انا اشب منك ولا يقول له انا خير منك ولا يقول له انا اعرق منك ولا يقول له انت توين كوكي فيد ولا يقول له انت والباباتك ينسي دو شويت. يعني ما سماش واحد توا كيما في الاتصال توا الوزير علاش مش قاعدين نحكي ولا خاطر ما عنده حتى شيء. كيف يخرج توا يخرج وزير يحكي يقول لك الكلاب تزيد 20% في بالك ديجا هما الكلاب عملوا الكلاب 50 ولا 56 ولا 57 وقت الدينار الدحل وزيد تاو باش ثم 20% ثم التاكس على كونسومسيون باش يعملوها باش تولي الكهرباء نتاع 40 مليون 48 مليون والكهرباء 50 مليون 60 مليون تصير شويه. وتطلع حتى الكهرباء الشعبيه ان جيتون اي اللي مازال عندنا كهرباء شعبيه. دونك اليوم في الكوميونيكاسيون اذا كان ما عندكش محتوى حكايه ثانيه تولي لا تشاتش. معناها كي تغلب الكوم على المحتوى تولي تشاتش. نفس الشيء بالنسبه للاحزاب السياسيه يعنوا في جبهات ويعنوا في كذا وناس حتى فلوس زرقاء فلوس زرقاء محطوطة. ماذا بينا اليوم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية متاع الأحزاب هاتيونا يا خويا حطونا باش نعرفوا هذه فلوس الكونتريبيوبل فلوس توينتا حبوا نعرفوا إلا بدي جاتك فلوس تعمل حملات كيبه هكا. ناس تشري في جرائد, ناس تشري في بلاتوات, ناس تشري في مجلات في تونس وفي الخارج, ناس عندها مؤسسات قاعدة تخدمها. دونك اليوم سما الحق إشكالية كبيرة. المواضيع الأساسية هي باريكزومبل نرجعك بعد فصل المواضيع الأساسية راجعين. غياب المواد اللي موجود الغلاء والمواد المدعمة المفقودة, هذا من المواضيع
الاساسيه نحكيوا عليها، المواضيع الاساسيه نحكيوا عليها، قانون الماليه باش يذبح العباد، باش يذبح التوانسه، واللي معناها ممكن تقع ارتدادات اجتماعيه رهيبه. مش قادرين نحكيوا عن ابليكاسيون سوسيال، كنا قبل احنا صغار نخدموا صحافه، كان عندنا ربي يشفيه سي عبد الحميد القباطي، ان كرون جورناليست، كان ريدكتور ان شيف في جورنال لا بريس، كي كنا نحكيوا على لوبيب، كنا الاولاد ما يهمنيش تحكي على لوبيب، احكي لي انت كي تقفل الكيوسك بومبا ايسونس قداش تزيد تدفع. معناها ديما تمشي الامبليكاسيون على المواطن، الخدمه بتاعنا على المواطن، على الناس. اليوم قانون الماليه باش يذبح العباد. قاعدين يعملوا في التقشف في الـ في الـ في, الـ في الهدله، ما يحبوش يفسروا. إذا حتى كي تعيط اليوم الاقتصاديين تقول لهم يجاوا ما يحبوش يتكلموا. شوف واحد باغ اكزومبل كيما معز جودي قال سي ان كومبلو، كومبلو بالحق موجود توا. كتب تدوينه ولا كتب حاجه قال فيها سي ان كومبلو. كي تشوف معناها المديونيه نتاع تونس كيفاش كانت عام 2010، كي تشوف باغ اكزومبل الدعم قداش كان القيمه نتاعو، كي تشوف الميزانيه، كي تشوف العجز الميزانيه التجاريه كيفاش كان، واليوم بعد 7 سنين ونوصلنا كأنه معناها بلاد تضربت. تفتيت الدولة وتفتيت الاقتصاد التونسي. وصاير لنا كما تعرف كيفاش قال هو جود سيزار، قالوا ميم توا جود سيزار ضربوه ب 23 طعنة منهم ولده ربيبه، فهم هو يقولوا كان صاحب امه بريتوس، قالوا ميم توا مون فيس، فهمتني؟ وكلهم دايرين ماتوا مقتولين، هذوك كلهم اللي في ظرف 3 سنين ماتوا مقتولين كلهم. دونك اليوم باش يوريك انه اليوم تونس قاعدة تتعن. قانون المالية هذايا وليزابليكاسيون تاعو يخرج يحكي ولا يخرج يحكي هاكا، عرفتوا كلي يقول لك هاني ماشي نلعب بنش، تقول له يقول له باش نعمل سبور، يقول له وين يطلع فوق الشجرة فوق دار ويبدا ينكس هكا يترسب معاه، مش يذوب في الكوليسترول كي جماعة، ما يظهروا في دي تروك اللي ما يظهروش، معناها يمشي ويعملوا حضور في حاجات كي نو اوكين فيزيبيليتي بور لاكيد سا كونسيونس ولا باغ لاكيد كونسيونس، يقول لك هاني ظهرت. الوغ كو يا خويا مطالب بالشيما بالفلاقي، قداش المقله الشرائيه باش تتمثل تاع العباد، قداش باغ اكزومبل الانتريتيه باش يتمسوا، قداش الشركات العموميه باش يقع باش يمشيوا عباد معناها باش يتصفاو كريمون من الشركات هذه كانت خلصت. رفع الدعم شو الابليكاسيون تاعو بالنسبه لسعر الحليب والزيت والقهوه والسكر والحاجات كيما هكا. اليوم الناس المواد المدعمه ولا يستوكيو فيها بالضبط، معناها اشكاليه كبيره. شو سي ان كابيتاليزم بافيو، مش هذوك كيما ايطاليا احنا في السبعينات الثمانينات ولتوا داير جنوب ايطاليا، هذا اللي غير ماشيين فيه، ما يحكي حد في المواضيع هذه. ولا هي انا شبني كنت يشبني وانا قديم وانت جديد وانت كذا، يا حكي فرق، تنجم تكون قديم وانت انفوسيل ما عندك حتى قيمه، وساعات تنجم تلقى انفوسيل تلقى بابوشه والبابوشه تعطيك معناها بالكربون 14 وغيره تحاليل على الناس كيفاش كانت تعيش. بابوشه ممثله زاد يعني اي وعندك بابوشه ممثله جوستومون. توا الاشكاليه هي هذه الحقيقيه، ما ثماش كوميونيكاسيون حقيقيه، ثم تمسكيه وتمسكيه وتخبي على العباد على الواقع الحقيقي، ثم املاءات. قول لي شنو هي الملايات؟ ما عندكش باش دو مانوفر، شنو هي؟ شنو هي الباش دو مانوفر نتاعك؟ انت تقول يا خويا لا انا شلت عازب على الهزال وما نجم نعمل حتى شيء وفرضوا عليا باش نعمل هكا وبالتالي يلزمني نعمل هكا. لا بيداغوجي دي ريفورم دولوغوز قال الاخر، وكذلك الجمهوريه قال الحكومه لازم تخرج تحكي. التوا ما عطاوش قانون باغ اكزومبل، لانه ثم قانون ماليه وثم الميزانيه وينو؟ وقال باش نعملوا تيتخ 1 وتيتخ 2 وتيتخ 3 ما ثماش. وراوها شويه وخبيوها فلا. وعاودوا خبيوها يقول لك سيناقش في مجلس النواب الشعبي كما عرفتهم كيف إيه. خارج الناس خلينا نفهم العباد باش تعرف، خلينا العباد تفهم، خلينا العباد كي ما يعجبهاش العباد تمشي تحتاج، وكي يعجبها بكشي تدعم. لكن هما تلمون في تو انت في قانون الماليه تعمل فيه وفيه برشا اجراءات، وهذه تونس تقول لابريس تونس باش تزيد تسلف وتطلب من الولايات المتحده ضمان باش تسلف 500 مليون دولار اخرين، معناتها ان تزيد تغلي لي المعيشه وتزيد ترهني للعوام الجايه، معناتها الامور مش هي راهو فوالا. دونك هذه اليوم احنا تعرف كنا صغار كنا نقولوا ثم ناس يبداوا في الحوم العربي، شوف بعضهم الشباك ديما يكحلوا بعضهم بعيد وشنو عندهم توت نيستوار الامور من بعيد، يتعدى واحد زبني يبدا متعدي يهز راسه ويدلو يقول عشاق الطاقه ما يتلقى، احنا كيما عشاق الطاقه قالوا الماليه من غادي واحنا من هنا وقاعدين ما نعرفوش الى المستقبل. اي لو بروميي جانفي 2018 باش تبدا الاجراءات، ثم جماعه دي كونسيسيونير اون دوان بالعشرات بالمئات باش يمشيو، هاو الموضوع قاعدين يخدموا عليه وان شاء الله نستدعاهم، وعملوا مراسلات وقالوا لهم تو نتفاهموا معاكم في جوان ومن بعد في سبتمبر ومن بعد في اكتوبر ومن بعد تبلحوا منهم، قالوا برا دابا راسك، ومن بعد جاي قالوا اي نعمل لكم كونكور يا ودي، ثم دي كونسيسيونير يخدموا سبعينات قالوا ما باش تعملوا كونكور توا دي كونكور في دوسي. دونك ثم اشكاليات كبرى موجوده اليوم، يظهر لي انا يوسف الشاهد كبرت عليه الدعوه
واللي دايرين به ماهمش في المستوى، خاصة الوزراء الاقتصاديين. شكون توا كيف فونتلانكي؟ وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الشؤون الاجتماعية، على خاطر الاحتجاجات باش تجيب هما. فهمت كيفاش؟ الاحتجاجات والشبيبة قاعدة تحرق. اش قال لك زهير البغداوي البارح؟ قال لك ثم 10 ولا قداه معناها شو هذا ماتوا في الحادث الخافرة ولا واحد اتصل بهم. كيف كيف بلال بن خليفة البارح عاملين زرابة. كان مخابز وما فيهمش سبيسياليات وغيره، علاش خاطر اولادهم تقتلوا وماتوا وصار ما صار وحتى واحد ما حكى معاه. لكن سفيان يقول لك اللي نقولوا في توا كل صباح كلام شو كلام مفضفض كلام شي يبيع، لكن يقول لك ما تفرج فارس اليوم انتم كي جيتوا في بقعتنا اش تعملوا؟ احنا سقينا في الجمر. كان جينا بقعتنا اولا احنا مش انتم سقيكم في الماء، احنا خويا عندنا برشا ديزاين بريفيو، عندنا مشاكل اقتصاديه. ثم خيارات هي المساله مساله خيارات. وي مالا كيفاش؟ باغ اكزومبل ثم بلدان كانت عندها اولا وقبل كل شيء ناخذوا قضية الدين. ثم بلدان جاو قالوا ثم ديت اوديوس، لو ثم فلوس عطاهم لنا باش يبلكوا البلاد وباش يهربوها وباش كلهوا عباد وغيره. ثانيا ثم اللي يقولوا اذا نبدل انا لو شيما ما عادش ليكونوميك ترافيرتي معناه باتي على الانفستيسمون اكستيريور والاكسبورتاسيون، نعمل سبستيتيوسيون دامبورتاسيون ونقوي الداخلي. ثم غالديناس وفالغاس وديستان دوبانيس، ثم تجارب هكا. يعني مثلا الحكومه نتاعنا خياراتها النهضه والنداء عجبوني جماعه النهضه، ولاو توا بالفلاح يمشيوا خرجوا بيان قالوا باش الصوره باش يسندوا النداء. اش قالوا لك؟ والبارح في الايام جابدين على بعضهم مسكاكن على رئيس ليزي. مش علينا سكينات عشيك على رئيس ليزي وخرجوا قال لك قرار موقف شو ماذا الصوره بيان كامل. وجا سي علتي في المكي معناها بدو موت مسيح قال في السيدار وكانوا خايفين منه توانسه ما تعداش اللي هو شنو حافظ قادي سبسي تلاتة في الباني، وهو وجماعته يمشي لحافظ قادي سبسي يقولوا له اكسلونس مسيو بريزيدون فخامة الرئيس، يكون راجل يوصل 40 كيلو يتحلي يولي يشوف يروحوا غرمور. يقول مال علاش ليه هاي سهله ياسر ما دام تمسح هذوما ماشيين معايا ما نوصل معناها باش يوريك صراعات وشنو 27 واحد مترشحين في الاخر تجي النهضه في مجلس الشورى تقرر باش تسند النداء، ما عادش نعملوا فيه. ما بوجيبك العام قال الشعب ينتخب فيا دائما، نولي رئيس عبد الحي تعرفش تقولوا انتخبوا فيا نحيو انتخابات، هاي نعملوا هكا نحيو كل شيء وقولوا النهضه والنداء اي تفقس اليوم عملنا كل شيء. ما تراش انه الغرف قاعده تحكم في تونس؟ الغرف بمعنى الغرف غرفة راشد الغنوشي يعني المكتب نتاعه والمستشارين نتاعه، باش يقعد سبسي مستشاري الرئاسه يوسف الشاهد ومستشاريه في رئاسه الحكومه، يعني وكانه الانتوراج هو اللي قاعد يحكم اليوم في المنصب ماهوش رئيس المنصب قاعد ياخذ قرارات. اي ثم غرف تحب تقول دكاكين سريه ومراكز قوى بيان سور، لانه كي غوفيرن كي تير شكون قاعد يجبد في الخيوط نتاع اللعبه ويحرك في التتا وترمبتا، يحركوا فيهم ناس مش قاعدين يشوفوا فيهم، يعملوا اتفاقات واتفاقات غير معنا ولي زامبليكاسيون نتاعهم، بعد يجيبوا ان بوفر بوكل يقولوا له فسر ما علاش يفسر هو. لكن هار واحد يطرح سؤال على وزير ما نجمش يجاوبه كلامه، وزره ما عندهاش ديزارغمون باش تجاوب. يا اخي بالحق على خاطر ثم املاءات ولا ثم قرارات في دوائر غير مرئيه. واكثر من هذا انا نمشي للسؤال نتاعك الاكثر من هذا اللي تخي بيرتينون، علاش؟ خاطر اليوم لو كابيتاليزم ما فيه كيك معمول. كان تخو ايطاليا انت، ايطاليا بعد الحرب العالميه الثانيه، بون الاعتبارات التاريخيه ما نحكيوش عليها، بعد الحرب العالميه الثانيه جاو عندهم اربع منظمات مافيوزيه سيطرت على ايطاليا. واحدة اسمها كوزا نوسترا شدت سيسيليا، واحدة اسمها اندرانجيتا شدت كالابريا، واحدة اسمها كورونا يونيتا شدت بوليا كالقدم تاع ايطاليا، وثم واحدة أخرى تنقول لك شنو الاسم تاعها، الأربعة والأربعة عملوا ولاو يحكموا فيهم ناس ماهمش مرئيين والحكومات ورؤساء البلديات وما يساوي ما يولد في الولايات عندنا ولاو دي ماريونيت في يدهم، فهمتني؟ وعملوا عسكرة وعملوا جهويات. والعسكر هذا عنده 60,000 مسلح، الاخر 40,000 مسلح، الاخر 25,000، معناها ثم جماعه شدوا جهه نابولي والبلان نتاعها الغنيه ياسر هذيك معروفه، فهمني؟ دونك شنو اللي صار في الاخر؟ صار وان ولا كابيتاليزم مافيو، والراسماليه هذه الفيريتابل معناها الغاني مين غوفرنو با ماهوش هو في السلطه لكن هو يحكم. في تونس تو بورت ا كخوار اللي ثم الدوله الراسماليه هذه فك كل شيء معناها الدوله ما عادش فما دوله كابيتاليزم مافيو يولي هو الدوله. ودايرين في امريكا شنو اللي صار؟ ستا مومون كانت عندهم حركه عماليه قويه، امريكا دولة البرومي مي 1889 رموا بومب على العمال في مظاهره ولات البرومي مي يحتفلوا به العالم اجمع. جاء نهار العمال قالوا احنا
باش نمشيو نمشيو للغرب ونخدموا كل شيء. جات راس المال قال تونيك لي مافيو باش نصدم ونضربهم ثم افلام كيما ودي قتلي وعدوك ولا جلوان ولا غيره. بعد جاو العباد قالوا تو نمشيو دي مافيو باش نضربوا مافيو. جات المافيا قالت نحكم فيهم الكل حطوا جيمس هوفا. هوفا اللي كان يحكم في التيم ستيل سنديكا دي كاميونور تو ما يعرفوش صار فيه يقولوا عجوه في الكلام ولا في البيتون الرمي ولا حاجه كي هكا. لكن ولا الكابيتاليزم مافيو معناها المافيا تولي تمشي بعقليتها هي انت تستعين بها والاخر يستعين بها وهي تستعين بالناس كله وتقول لك انت الحال نحط كل عم بيك نحب. اليوم في تونس ثم دوائر خفيه تحكم وما ثماش اعلان على القرارات لانه القرارات اشرب ولا طيب قرنك وما ثماش تفسير لها. وفي نفس الوقت ثم ديزابيغاسيون من نوع مجلس الشورى يسو ديزيست ويسند الكونديدا نتاع النداء. يا اخي مش قلت انتم تعدديه هاك تتعاركوا اليوم صباح في مشي البرلمان تتعاركوا على رئيس ليزي وعركه كبيره وعدك مرة وعليش تجيو تتفقوا في حاجات كيما هكا؟ علاش؟ على خاطر ثم حاجات غير معنا وهي في السياسة ليفيدونس ني با لا فيغيتي ولا فيغيتي ني با ليفيدونس معناها ديما اللي تراه مش هو الحقيقة واللي يتقال مش هو التبليل أو التفسير الحقيقي نجم يكون تبليل. دونك اليوم بكل صراحة ثم من الناس ماهيش فاهمة وأنا الحق متخوف ياسر من منحة جديد نتاع حكومة صامتة ما تفسرش كما ينبغي ونتاع كذلك إجراءات زجرية اقتصادية باش تذبح العباد. وداد بوشماوي عندها حق تقول فيه بكل صراحة كي تشوف أنت الإجراءات الاقتصادية وتشوف لي تاكس لا كونسومسيون باش يعملوها وغيره تقول كيسكو سي كسا يا أخي ولينا في وقت ستالين نحن في كولكتيفيزاسيون فورسي يا أخي احنا عايشين مع بول بوت وقت الإخمال لوز وكيو سانفان وفان فان لونغ وباش يذبحوا العباد. اليوم تونس لو بيي فا مال وهنا نطلبوا من رئيس الجمهورية ونواب الشعب ما يخلطوش في هذا على الأقل يقعد على ركوت. هاك شفت تي مالك شعمل في المحمد السادس وحكينا عليه مالتين معناها هاك شفت شعمل الملك وقت اللي دخل وقال لا ما يجيش هذا. شوف الجزائر بوتفليقه دخل وقال قالوا الماليه ما يتعداش ما يتعداش قالهم هو بوشبيه قالتها صراحه اذا كان يتعدى هذا القانون بصيغته الحاليه احنا نسحبه من اتفاق قرطاج وكانه اليوم سفيان اتفاق قرطاج قاعد يموت بشويه بشويه ها بعد الصراع الصراع على الشابي حفقه تبسي بوشماوي اتحاد شغل بون اي سي لا مور دان كادافر يا دي كادافر كي فو كونتو شو اتفاق قرطاج كي تحل شنو غير كيما برامج الاحزاب الكل الناس عم تلعب مره برنامج شي 365 نقطه يعني كل هذا واللي التكات لعبونا برنامج شي 125 نقطه هما ولا يظهر لي الحزب الديمقراطي الجمهوري لا هم فهمني 365 والتكات لي ومن بعد يقول لك حريه ديمقراطيه عداله تنميه جهويه ومن بعد واحد يسبق الحريه على واحد والاخر يسبق هذاك يقول لك عندي برنامج شو من برامج يزي عايش ولدي بلا اغسل ترافيك وامشي اتعلم اعمل السياسه بالكدا ويجيكم من هالبيروقراطيه الجديده اللي قالت تنخر في البلاد واعطيونا معطيات حقيقيه وخذوا بعين الاعتبار للظروف الحقيقيه للشعب التونسي اللي قاعد يعاني اللي سنيه ابلون الفلاح اليوم سافا با العمال سافا با المنطقه الداخليه سافا با الشبيبه البارح الرقم اللي قالوا معاذ معناها 54 55% من الشباب يحبوا يحرقوا 30% توا الان وهنا يحرق هاربين بالنسبه لي جحيم. علاش كان جات للدورادو هي والجنه ما راهو قعد يا اخي الكونديد وقت كانوا في البيي ديال دورادو وحابوا يمشيوا اللي فيه كان الذهب والفضه والديامون قالوا حابين يمشيوا لباريس قال لهم الملك قال لهم كونتوني باسابلومون كيلكو باغ يفو رستي انت هاك وضعكم تستوقف كان جاي في وضع عاد قال متوسط فوق المتوسط او دون متوسط يبقى اما هو يحس يروحوا في جهنم. السؤال باش نختموا به لماذا يتكبد المواطن فشل الحكومات؟ هذا هو السؤال معناتها علاش المواطن هو اللي يتكبد لانكومبيتونس نتاع الناس هذو؟ لانه النظام نتاعنا ماشي اختاروا في الحب وتجي تشوف تو يعرضك وزير يقول لك ممكون وتعب وحال تحنا تقول يا اخي ساعات مظاهرات باش يقالوا لك ولي وزير انت لوست انكوني ما يعرفك حد وليت وزير السيدي وعندك ابها وكل شيء. علاش؟ على خاطر ما ثماش خيارات وطنيه بقدر ما يسمى خيارات املائيه وعلى خاطر ما ثماش خيارات باغزومبل يجي واحد يقول لك اي سيدي انا التاي والقهوه مثال اللي نحي منهم سيبونسيون زعما ينجم يقول لك نخليه باغزومبل في الكرسي في 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 لي جوت برودوي وتكون مساعد رؤيه ما هذو ما عندهمش رؤيه ميحي مع الرياح ميحي ولا الرياح هي ارياح لفمي وارياح الدوائر الراسماليه والنهضه والنداء اللي هما خياراتهم يمينيه راسماليه مقيته اكس خلقتي نتاع يا خويا اجا يا فمي استعملنا كان مجديد هكاك العام نختم لك بهذه كان ثم مؤرخ فلسطيني مش عبد القادر ياسين كتب كتاب فيه على الحركه الوطنيه الفلسطينيه حتى العام 48 قريته وانا صغير ثم حزب اسوه جماعه اسمه حزب العرب الموالي لبريطانيا خويا عجبوني
قداش المياسر ديريكت والله بلي معناها لا يوقعها على مباشره. احنا حزب تواسه الموالين للعماله والموالين للخيارات اللاوطنيه موجوده بكل صراحه وموجوده في المعارضه وفي السلطه. كاب اف ام الكلمه ليك.